40 يوما مضت على استشهاد جنود الجيش الوطني بعد أن استهدفتهم دولة الإمارات على مشارف عدن. ماذا فعلت الحكومة في هذا الملف حتى اللحظة غير الإدانات؟ وما الذي يمكنها فعله؟ أهلا بكم. أحيا الجيش الوطني 40 شهداء الوطن الذين قصفتهم الإمارات بمحافظتي عدن وأبين. الاستهداف الذي حدث في 29 من أغسطس الماضي وأسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 300 ضابط وضابط صف وجندي. تأتي هذه الذكرى وسط صمت يحيط بالشرعية وترقب شعبي وتساؤلات عن أسباب غياب موقف الشرعية من جريمة الإمارات. موقفها عقب الخطاب الإماراتي أمام الأمم المتحدة حين قال ممثل تلك الدولة إنهم مستعدون لإعادة الضرب لو اقتضى الأمر ذلك. هل ستستمر الإمارات بخلق المشاكل في الصف الوطني وبين أبناء البلد الواحد؟ يتساءل مراقبون. ماذا عن استمرار الانتهاكات والفوضى بعدن دون رقيب؟ وهل سيشكل حوار جدة مخرجا ملائما لهذه الأزمة بين أبناء البلاد؟ الذكرى 40 شهداء قصف الجوي الإماراتي الغادر على جيشنا الوطني. 40 يوما على استهداف الإمارات للجيش الوطني على مشارف عدن، جريمة خلفت المئات بين قتيل وجريح، وتركت قهرا في حناجر اليمنيين وغضبا في أفئدتهم وأسئلة مشرعة في سماء البلاد. ماذا فعلت الشرعية إزاء هذه الجريمة غير التنديد؟ 40 يوما تجاوزت السعودية صدمة اليمنيين وامتصت غضب الوهلة الأولى، وسرعان ما عادت لتقديم الإمارات بوصفها وسيطا لا قاتلا. أعلنت الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ليست طرفا في الانقسامات الحاصلة بين اليمنيين، وذهبت أبعد من ذلك مبررة قصف طيرانها لقوات الجيش بأنه استهداف لمن أسمتهم بالميليشيا الإرهابية، زاعمة أن هذه الميليشيا تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري. تكشف وزارة الدفاع عن خسائرها من ضحايا الجيش مؤكدة مقتل وجرح أكثر من 300 ضابط وصف وجندي من أفراد الجيش الوطني، كما أحرقت المقاتلات الإماراتية 4 سيارات إسعاف واستهدفت الفرق الطبية ومنعتها من إسعاف الجرحى والمصابين، ناهيك عن التصفية الجسدية ل19 جريحا داخل المستشفيات. لا يمضي يوم إلا ويتعاظم فيه سخط اليمنيين على التحالف، ذلك الغضب الذي يتم إخماده بحوار جدة الذي يراه اليمنيون رصاصة الرحمة الأخيرة على الشرعية التي فقدت عاصمتها الأولى وتفقد الثانية بحوارات تقف فيها مشلولة دون مصادر قوة على الأرض. يرى الانتقالي أنه تمكن من الأرض رغم ما أشيع في الآونة الأخيرة عن سحب الإمارات لبعض قواتها من عدن، ورغم الشروط التي تقضي أبرزها بدمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. لا تزال عدن ساحة للتصفيات والاغتيال لكل مخالفي الانتقالي، فيما تصاعدت موجة الكراهية والخطاب المناطقي ليتجاوز الانقسام التقليدي بين الشمال والجنوب إلى مربعات داخل البيت الجنوبي نفسه. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو فيها دكتور عادل دوشيلة الباحث السياسي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك. حياكم الله دكتور. إذن اليوم هي 40 الجنود الذين قضوا في قصف الإمارات لقوة الجيش، مقتل أكثر من 300 جندي وضابط صف وضابط. هل ترى برأيك، يعني إذا ما بدأنا، هل ترى أن الحكومة وقيادة الجيش أوفوا مع التضحية الذي قدمها هؤلاء الجنود في سبيل الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا يسعنا إلا أن نترحم على أولئك الشهداء الأبطال الذين ضحوا
وسقوا الأرض بدمائهم الطاهرة من أجل المستقبل ومن أجل وحدة وسلامة الأراضي اليمنية ومن أجل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة. مع الأسف الشديد الحكومة اليمنية لم يعني تعطي هؤلاء حقوقهم لليوم، ولم تعطيها لا غدا ولا بعد غدا ولا في الماضي ولا في المستقبل. الحكومة اليمنية اليوم يعني بعد أن نحن نعرف جيدا بأن هناك الآلاف بل عشرات الآلاف يعني استشهدوا في هذه المعارك من أجلنا نحن، ولكن في الوقت الراهن الحكومة اليمنية يعني أكثر ما يمكن أن تقوم به هو يعني بعض الشعارات وبعض أيضا الاحتفالات وما إلى ذلك. نحن بحاجة اليوم إلى حكومة يمنية تستشعر المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه هذا الشعب. هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن لا ينبغي أن تذهب دمائهم هدرا يعني في حوار عبثي كما يقولوا الآن في جدة وما إلى ذلك. ينبغي أن 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 نعطي حقوقهم. هؤلاء استشهدوا من أجلنا نحو من أجل الدولة اليمنية من أجل الشعب اليمني، وقاموا يعني وقدموا أرواحهم في مواجهة ميليشيا طائفية ومناطقية تعبث بأمن واستقرار البلاد. اليوم لا يسعنا إلا نترحم على أولئك وأن نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن نتمنى يعني الخير لأولئك الذين قطعت يعني أرجلهم وأيديهم من ألغام الحركة الحوثية وأيضا بدبابات وطائرات الإمارات أو دولة الغدر الإماراتية المارقة ومن يقف في خلف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. اليوم الشعب اليمني في مواجهة مع ميليشيات طائفية في الشمال وميليشيات مناطقية في الجنوب وتحالف عربي يغدربه من الخلف بطائراته تارة من هنا وتارة من هناك. لكن الآن يعني في سياق الحديث عن ما يحدث على الأرض، على جهة أخرى هناك معلومات أن الإمارات سحبت قواتها من عدن، أحاديث أخبار على الأقل، وأن هناك قوات سعودية ستحل محلها على الأقل على حسب يعني مصادر محلية إن صح التعبير. هل تتوقع أن يحدث ذلك برأيك؟ أخي العزيز، هؤلاء مثل ما خرج الحوثي قال في الحديدة خرج من الباب ورجع من الشباك. هؤلاء يعني الإمارات العربية المتحدة تقوم بإعادة أو بعملية تموضع لقواتها من هنا، تنقلهم مرة من داخل المخا ومرة تنقلهم من داخل الحديدة ومرة تأديبهم إلى شبوة ومرة إلى عدن ومرة إلى لحج ومرة إلى أبين. الإمارات العربية المتحدة دولة مارقة، وعندما جاءت إلى اليمن جاءت لتنفيذ أهداف استراتيجية واضحة، وبالتالي من المستحيل أن تنسحب هذه الدولة من داخل الأراضي اليمنية. يعني أنت تقول أنها خطوة تكتيكية الآن ما هي يمكن خطوة تكتيكية، وأيضا الإمارات العربية المتحدة وإن كانت تقول في الواقع بأنها انسحبت ومن ثم عودة القوات السعودية إلى عدن، ما الذي يعني ذلك؟ معنى ذلك أنه هناك تنسيق مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وأيضا الإمارات والسعودية. الإمارات تقوم يعني تلعب أدوار والسعودية تلعب أدوار، أحدهم يقتل الجيش اليمني والآخر يتوسط، أي أن هناك عملية تدار من تحت الطاولة ومن خلف الستار، والشعب اليمني هو الضحية والحكومة اليمنية هي الضحية. لذلك لا، نحن لا نعول على هؤلاء. إذا كان هناك يعني خيار استراتيجي للتحالف العربي فعليه أن يمكن الدولة اليمنية من القيام بواجبتها القانونية على الأرض، وعليه أن يمكن الجيش اليمني الشرعي بأن يبسط السيطرة الكاملة على كافة جغرافيا المحررة، ومن ثم الانسحاب يعني الانسحاب التدريجي. أما أنه يأتي بتصريح قبل أيام قالوا انسحبنا، يعني على لسان محمد بن زايد قال أنه سينسحب من اليمن، ثم جاء أنور قرقاش قال أننا متواجدون في الأراضي اليمنية والمساعدة السعودية. إذن هؤلاء يكذبون كما يتنفسون ولن يخرجوا. هؤلاء ينفذون أجندات لئيمة ضد أبناء الشعب اليمني وضد الشعب اليمني شمال وجنوب، وبالتالي لا يستبعد بأن يكون هناك يعني استراتيجية للتحالف العربي، وقد ربما أنهم يفجروا الوضع عسكريا في الأيام القادمة والأيام ستثبت صحة ما أقوله. طيب يعني في سياق الحديث عن، أنت أشرت إلى مسألة الحوار العبثي في جدة دكتور عادل، لماذا وصفته بأنه عبثي؟ هل تتوقع من دولة الإمارات العربية المتحدة أن يعني تحافظ على وحدة البلاد وسلامة البلاد؟ هذه الدولة التي ملشنت المناطق الجنوبية وحولت الجغرافيا المحافظات الجنوبية إلى جغرافيا كارثية، إلى جغرافيا يعني تضج بالميليشيات المسلحة من هنا وهناك، هل تتوقع أن هذه الميليشيات التي لديها استراتيجية واضحة وتقول بأنها تريد العودة إلى ما قبل 90 أن تقبل بدولة يمنية اتحادية؟ هل من المعقول أن هذه الميليشيات التي
فشلت في تنفيذ مشروعها يعني باستخدام السلاح، هي والإمارات العربية المتحدة ستخضع لحوار حقيقي، إذا ما هو إلا يعني من أجل المراوغة كي ينفذوا خططهم في المستقبل بطريقة شرعية أو كما تصفها الإمارات العربية المتحدة عبر الحوار السياسي وما إلى ذلك. نحن لدينا خبرة مع الميليشيات المسلحة في شمال اليمن في المناطق الشمالية، عندما دخلت الحركة الحوثية في حوار عبثي وقبلت الحكومة اليمنية بتلك الميليشيا كطرف سياسي، يعني ليس لديهم حزب سياسي أولا، هذه الميليشيات في المناطق الجنوبية ليس لديها حزب سياسي وليس لديها مشروع، هي ميليشيا مسلحة تدار من داخل استخبارات جهاز الاستخبارات الإماراتي، مثلها مثل الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية في العام 2014 دخلت في حوار سياسي وفي مجلس في الحوار الوطني، وكان هناك اتفاق سلم مشاركة حتى تمكنت من الحكم داخل صنعاء وانقلبت على الجميع وأجرت يعني القبض على رئيس الدولة وعلى رئيس الحكومة، وأيضا احتجزت الحكومة بكامل أعضائها داخل العاصمة اليمنية صنعاء. هؤلاء نفس السيناريو، أي أنهم يريدوا الآن بعد أن فشلوا في تنفيذ المخطط بطريقة عسكرية الآن يريدوا الحوار السياسي ثم يكونوا عضو في الحكومة اليمنية ثم يقولوا بأنهم سيحكموا المناطق الجنوبية في المستقبل، ومن ثم يكون هناك انقلاب مسلح من داخل الدولة اليمنية وفرض أمر واقع بقوة الحد والنار وسيكون هناك اعتراف إقليمي بهم. إذا ينبغي أن نقرأ السيناريو جيدا، هناك سيناريو مرعب تم إعداده داخل الغرف المغلقة للتحالف الغدر العربي داخل العاصمة السعودية الرياض، وهذا السيناريو سينفذ شئنا أم أبينا إذا لم يكن هناك تيار وطني لمواجهة هذا السيناريو الخبيث. دكتور، لكن يعني هذه النظرة تبدو عدمية إلى حد كبير تجاه الآخر. إذا كانت عدمية فالوقاعة على الأرض تقول العكس، تؤكد ما أقوله. أنا هنا أتحدث من منطق الحقيقة ولا أتحدث بعاطفة، أتحدث بواقع على الأرض، أتحدث بأحداث وجدت على الأرض ولا أحد يستطيع أن ينكرها. أنا لا أتحدث بلغة عاطفية، أنا كيمني مجروح من التحالف العربي ومن الميليشيات المسلحة وبلدي يفكك، لكنها الحقائق تقول ذلك وتؤكد ما أقوله. أخي العزيز، إذا كان التحالف العربي لديه الرغبة الحقيقية على أن يكون هناك دولة يمنية اتحادية ويحافظ على وحدة الجغرافية اليمنية، طريق بسيطة هو أن تكف الإمارات العربية شرها، يعني أن تكف عنا شرها وأن تنسحب من أراضينا وأن يتم يعني تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة المحررة. اليوم نحن ينبغي أن نعرف من الذي يدير المشهد السياسي في اليمن، من الذي يدير المشهد العسكري في المناطق المحررة؟ أليس هو التحالف العربي؟ من ينكر ذلك؟ إذا لماذا التحالف العربي أنشأ ميليشيات مسلحة هنا وهناك ولم يساعد الدولة اليمنية بأن يكون هناك جيش وطني حقيقي؟ لماذا أنشأوا هذه الميليشيات؟ لماذا أنشأوا هذه الميليشيات على أسس طائفية ومناطقية وجهوية وكبلية وعشائرية وأيضا أيديولوجية؟ لدينا التيار السلفي المدخلي وما إلى ذلك. لكن هذه كلها، هناك من يتحدث على أن هذا الأمر ما تم إلا بنظر الحكومة، سنعود إلى الحديث عن ذلك. دعنا نشرك معنا في الحوار الآن الصحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي باللزرق، الذي نعم مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن بداية سيد باللزرق، ما هي حقيقة مغادرة القوات الإماراتية للعاصمة المؤقتة عدن؟ ميدانيا أنقل لك عن مصادر مؤكدة 100% أن قوات إماراتية كبيرة فعلا غادرت الظهر اليوم ميناء الزيت، وكانت هي عبارة عن سفينة إماراتية تحمل أكثر من 60 دبابة، 10 مدافع ذاتية الحركة، وكانوا أساسا غادروا قبلها بيوم حوالي 300 جندي إماراتي مع جنود سودانيين آخرين، لكن لا يوجد أي إعلان رسمي إماراتي حقيقي بوجود انسحاب. ربما العملية تكتيكية عسكرية وربما ضمن اتفاق غير معلن مع الجانب السعودي. إجمالا لا يمكن التأكيد قطعا بأن هناك، يعني أنت تقول أن هناك قوات غادرت لكن لم تغادر القوات بجميعها؟ لا، هي تقريبا غادرت مجمل القوات حتى اللحظة، غالبية القوات الإماراتية الموجودة في العند وعدن غادرت مدينة عدن. هذا الأمر أنا أستطيع أن أؤكده، لكن هل ستعود قوات أخرى؟ هل الأمر ضمن عملية تبديل العسكرية بين القوات العسكرية المختلفة؟ هذا أمر لا نستطيع التأكيد بخصوصه. هل هناك أخبار حول يعني مسألة ما هي وجهة هذه القوات؟ إلى أين ذهبت؟ أين تموضعت؟ هذه القوات بحسب مصادرنا توجهت صوب جزيرة عصب الإريتريا، لكن هل ستعود هذه القوات؟ هل سيتم تبديل هذه القوات بقوات أخرى؟ هذا أمر لا نستطيع القطع فيما يخصه. نحن بانتظار إعلان رسمي من التحالف العربي
بخصوص هذه الخطوة، رغم أن أنا أعتقد اعتقاد مجزم أن التحالف العربي لن يعلن عن الخطوة، وربما تكون تواصلا لعملية الاتفاق بين السعودية والإمارات في هذا الإطار. وقد أشرت إلى ذلك، هناك أحاديث حول مسألة إحلال قوات سعودية بديلة عن هذه القوات الإماراتية التي ذهبت. بالضبط. هل هناك تواجد على الأرض مثل ذلك؟ السعوديون خلال الفترة الماضية عززوا من وجود قواتهم داخل مدينة عدن، تحديدا في قصر معاشيق ومطار عدن. هناك حديث أكيد أن المملكة العربية السعودية ستعزز دور قواتها داخل مدينة عدن، وبنود اتفاق جدة الأخير يؤكد صراحة، وأنا شخصيا اطلعت على مسودة الاتفاق، يؤكد أن المملكة العربية السعودية ستتولى عملية تأمين مدينة عدن، تشكيل قوات أمنية محايدة بين الطرفين، وبالتالي سيكون هناك دور سعودي كبير في عدن. الإمارات كانت قد أعلنت قبل حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر أنها قررت الانسحاب من اليمن، ويبدو فعليا أنه بعد الانسحاب من الشاهد الغربي هناك انسحاب حقيقي من داخل. يعني هو هذا الإعلان جاء قبل أحداث عدن، وما وصفته الحكومة بأنه انقلاب حدث برعاية إماراتية، لكن فيما يتعلق بالشارع العدني أو الشارع في المناطق الجنوبية، إلى كيف ينظر لهذه الخطوة سيد بن أزرق؟ والله الناس في عدن والمحافظات المحررة بشكل كامل ابتهجوا بشكل كبير حينما تدخلت قوات التحالف العربي في اليمن في 2015 وتحرير عدن، وكان الجميع يظن أن الحرب ربما بعد انتهاء الحرب ربما يشاهد واقع جميل في هذه المناطق، لكن الحقيقة أن ما تلا حرب 2015 وتحرير عدن حينها من تشكيل للجماعات المسلحة والميليشيات المختلفة أصاب الناس بإحباط كبير. 4 سنوات وعدن تعاني من الفشل تلو الفشل والصراعات المسلحة والانقسامات والصراع بين الحكومة الشرعية والتحالف نفسه في الطرف الإماراتي، أحبط الناس بشكل كبير، وبالتالي الناس بقوا يراهنوا أساسا على وجود تسوية سياسية يمنية يرون أنها فقط وحدها هي من تملك قدرة إيجاد حل حقيقي. أما التحالف فلم يعد ناس كثير يعولوا على وجود التحالف، لأنه صار للأسف الشديد، وأقولها بكل أسف، صار التحالف هو جزء من المشكلة القائمة اليوم في عدن وليس جزء من الحل. أفهم منك أن هناك تعويل حول أو تعويل على حوار جدة؟ حوار جدة إذا تم إخراجه بالطريقة التي قرأناها وطلعنا على نصوصه فهو إيجابي ويجب أن يدعم، أنا قلت هذا الكلام فيما سبق، لكن هل سيتم إخراج حوار جدة أو تطبيقه على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الناس. في الغالب الاتفاقات السياسية تكون نظرية، لكن حينما يتم تطبيقها يتم تطبيق أشياء أخرى مختلفة، كل الاختلاف وجذريا عن الاختلاف عن الاتفاق الأساسي. شخصيا أنا أرى اتفاق جدة ربما يكون مدخل أساسي. يعني ما هي أبرز النقاط، لأن ضيفي هنا دكتور عادل دشيلة قد يختلف معك، يعني ما هي أبرز النقاط التي أنت ترى أنها إيجابية في الاتفاق ويجب التعويل عليها؟ مثلا اتفاق جدة يتضمن عودة للحكومة والرئاسة والبرلمان إلى عدن، يتضمن دمج كافة القوات العسكرية والأمنية والجماعات المسلحة ضمن قوام الجيش، إنهاء كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة. هذه نقاط إيجابية، إشراك المجلس الانتقالي داخل قوام الحكومة الشرعية، هذه أساسا نقاط يمكن لها أن تخفف حدة الصراع الحاصل، يمكن أن إذا مضت وإذا كانت هناك نية حقيقية للعمل بشكل جاد فإنها ممكن أن تنهي هذا الصراع بشكل كبير، أو أن على الأقل تحد منه وتسمح بوجود الحكومة بوجود الشرعية. هذه أمور ممكن أن تساهم بشكل كبير في إصلاح المنظومة الخاطئة التي يعيشها الناس في عدن منذ 4 سنوات. شكرا لك سيد فتحي بن أزرق الصحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، شكرا لك. بالعودة إليك دكتور عادل، إذن
يعني فيما يتعلق، هو تحدث عن أكثر من نقطة، فيما يتعلق بالقوات الإماراتية يبدو أن هناك ذهاب إلى يعني قوات كبيرة تذهب كما يقول، هناك تواجد لقوات سعودية. أنت تتحدث عن تبادل أدوار، لكن يعني هل من المقبول أن يحدث تبادل الأدوار على الأقل لامتصاص الغضب الشعبي في هذه الفترة ووضع نوع من التقنيات الدفاعية إن صح التعبير على المستوى الشعبي في سياق إبقاء الجماهير متأهبة لأي حدث مشابه لما حدث ووصفته الحكومة بالانقلاب الذي حدث في عدن؟ أخي العزيز، بالنسبة للانسحاب الإماراتي، أولا نحن يعني تعودنا على أن نستمع لهذه الإدارة الإماراتية في أكثر من مرة بأنها مع السلام وتنسحب وما إلى ذلك، ولذلك يعني كلامها عن انسحاب وما إلى ذلك هو عبارة عن هرطقات إعلامية، ما لم يكن هناك انسحاب حقيقي من عن داخل الجغرافيا اليمنية، وانسحاب كامل وبشكل كلي وتمكين السلطة الشرعية يعني من قيادة دفة الحكم في هذا البلد المنكوب. نحن عندما نتحدث عن انسحاب قد ربما يكون هناك انسحاب يعني للجيش السوداني، لأن الحكومة السودانية تغيرت بشكل كامل، وهناك يعني ضغط شعبي سوداني على الحكومة الحالية التي يعني مشكلة من جميع الأطياف، هناك ضغط على هذه الحكومة، وبالتالي قد ربما هذه الحكومة في نهاية المطاف أن تسحب القوات السودانية. لكن أنا أتحدث عن سحب القوات الإماراتية، مع حتى ولو انسحبت ستنسحب إلى جزر أخرى، معها جزيرة في أريتريا ومعها جزر أخرى، ولكن في الوقائع لدينا ميليشيات مسلحة تدين بالولاء المطلق لهذه الإدارة. طيب إذا ما كان كما أشار يعني في سياق اتفاق جدة، إذا كان هناك، إذا ما نفذت النقاط التي تحدث عنها السيد بن الأزرق فيما يتعلق بدمج كامل للميليشيات خارج إطار القوات المسلحة بداخل الجيش الوطني، وكذا مسألة عودة الحكومة إلى الأراضي اليمنية لتعمل بشكل فعال، لماذا إذا كان هنا، إذا كانت الإدارة السعودية تقول بأنها تريد أن لهذا الحوار أن ينجح، وأنها تريد الحفاظ على الشرعية اليمنية، وأنها تريد عودة الدولة بكافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية وما إلى ذلك والرئاسية إلى داخل البلاد، لماذا هم يقولوا لابد من انتشار قوات سعودية لحماية عدن؟ لماذا لا يمكن الجيش اليمني من حماية العاصمة المؤقتة عدن للبلاد، العاصمة المؤقتة للبلاد؟ إذن إذا كانوا جادون فنحن لسنا بحاجة إلى قوات سعودية ولا إلى قوات إماراتية، نحن بحاجة إلى تمكين هذا الجيش من تثبيت الأمن والاستقرار داخل عدن، ودمج هذه الميليشيات المسلحة بطريقة قانونية وشرعية في إطار الجيش اليمني وفي إطار وزارة الداخلية. أخي العزيز، التعبئة المناطقية التي قامت ومولتها الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية لن تذهب هكذا هدرا في ليلة وضحاها عبر يعني توقيع اتفاق على حبر على ورق. هناك مخطط يدار، نحن نعرف جيدا هذه الميليشيات تقول يعني من ضمن الاجندات او من ضمن الشروط الذي وضعتها هذه الميليشيات في حوار جده بانها تكون طرف في الحوار الدولي الذي تديره الامم المتحده، اي انه يكون طرف ممثل للحكومه للمناطق الجنوبيه والحوثي ممثل للمناطق الشماليه وايضا الحكومه اليمنيه كطرف، وبالتالي هو يطالب الان ان يكون طرف في ضمن الحوار الدولي الذي يدار عبر الامم المتحده بين الانقلاب الميليشياوي بقياده الجماعه الحوثيه وبين الحكومه الشرعيه. لديهم أهداف استراتيجية هم يريدوا الآن. طيب يعني إذا ما كانت هناك يعني المشكلة، إذا كانت المشكلة مسألة الاستقواء بالسلاح التي حدثت في داخل عدن وما وصفته الحكومة بالانقلاب، لكن مسألة الحديث السياسي ووجود تمثيل للأصوات الجنوبية إن صح التعبير إذا ما كان يمثلها المجلس الانتقالي عبر السياسة، أليس هذا أمرا محبذا أكثر من الاستقواء بالسلاح؟ يا أخي الكريم، أولا المجلس الانتقالي الجنوبي هو ليس ممثل، هو فصيل من ضمن أكثر من فصيل مسلح وفصيل سياسي في المناطق الجنوبية، وبالتالي يعني من غير المقبول أن يتم الحوار مع هذا الفصيل المسلح دون الحوار مع بقية الفصائل. لدينا الحراك الجنوبي السلمي، لدينا قبائل أخرى، لدينا حوار، لدينا حراك المهرة، لدينا الجمعية العامة والمؤتمر الجامع الأبناء حضرموت. طيب بهذا السياق دعنا نشرك معنا في الحوار السيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبر الهاتف من القاهرة، أرحب بك سيد السعدي. إذن بداية، كيف تتابع مستجدات ملف حوار جدة بين الحكومة والانتقالي؟ هل تعتقد أنه سيوصل إلى حل ينقذ عدن والمناطق التي يبدو أنها تحت وصاية الإماراتية إن صح التعبير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحياتنا لكم وللمشاهدين ولضيوفكم الكرام. أهلا بك. طبعا نحن ننظر الى اي حوار
لأنه خطوة ممتازة إذا كان بيفضي إلى إنها معاناة الناس، ولكن الحوار عادة تكون له يعني أسس وتكون له يعني منطلقات. الشرعية يفترض أنها كقوة تمثل تتمسك بأنها ما زالت الشرعية وتمثل الشرعية، عليها أن تختار آلية وأسس للحوار مع القوى. فليس من المنطق ولا من العقل أنها تتحاور كل يوم مع فريق يمتلك دعم خارجي وتوكي من أي دولة ويبسط على مربع معين من مربعات الجمهورية وبالتالي يتحول إلى تفاوض. هذا خطر، خطر عليها هي كشرعية وخطر على مستقبل البلد بشكل عام. هذا جانب. في بالنسبة لجانب أنه تبقي نتائج إيجابية، يكون النتائج الإيجابية عندما يكون المتحدث يمثل النسيج الذي أتى منه، فإذا كان يمثل هذا النسيج تمثيل كلي فهنا تكون النتائج إيجابية. أما إذا كان فقط يريد انتزاع شرعية من خلال استقواء بأموال الخارج وأسلحة الخارج وبدعم الخارج الأقليم ولا غيره، فهنا الأمر يخلق مشاكل جديدة ولا يحل المشاكل القديمة مطلقا، ويخلق مشاكل جديدة لأنه أنت تمنح شرعية لمن لا شرعية له. وهذا ما نعني نحن في الجنوب، فنحن في الجنوب عندنا صراع، والأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي يدرك هذا الصراع ويعيش يعني إفرازاته. فلا يجب أن يتم الحوار مكتزا في الجنوب، يجب أن يكون حوار مع قوى يفرزها مؤتمر جنوبي جامع، يفرز ممثل جنوبي يتحدث بأسماء أبناء الجنوب. مشكلة مسألة أننا أنا أتحاور مع من وصل لعندي من ساعدته إمكانياته أو دعم الدول أو دعم الخارج له للوصول إلى شدة مكتب الرئيس أو مكتب اللجنة الخاصة السعودية أو أي مكتب من المكاتب اللي اليوم تتحكم بمصير اليمن. فهذا مؤشر أو معيار أما منقوص مغلوط، معيار مش صحيح مش سليم. يجب أن تكون معايير للحوار، المعايير تنطلق من أحقية التمثيل، ما لم فستجد الشرعية نفسها لا تختلف عن الميليشيات التي تحاورها سواء الحوثية أو الانتقالية أو اللي بتتينا بكرة من حضرموت أو اللي بتتينا بعد بكرة من المهرة أو اللي بتأتي من هنا أو من هنا أو من هناك. تفضل بالبقاء معي سيد السعدي، هل تتوافق؟ يعني أنا أراك تومي برأسك عندما تحدث. بكل تأكيد يعني إذا يعني كل من حمل السلاح تتحاور مع الحكومة اليمنية، الحركة الحوثية حملت السلاح وبالتالي فرضت أمر واقع بقوة الحيد والنار، وفي نهاية المطاف الحكومة اليمنية جلست مع هذه الميليشيات بعد أن سقطت العاصمة اليمنية صنعاء بيد يعني نزلاء الكهوف. واليوم الحكومة اليمنية نفس السيناريو، تكرر نفس الخطأ ونفس الجريمة. يعني الحوار مع هذه الميليشيات المسلحة جريمة أخلاقية وقانونية، لأن هذه الميليشيات المسلحة انتهكت يعني القانون البلاد ودستور البلاد وضربت بالقيم الأخلاقية وكل شيء عرض الحائط وسفكت الدم. لذلك اليوم أي حوار مع هذه الميليشيات ما لم يكن هناك، ينبغي أن يكون هناك يعني حوار مع كافة الأطراف المتواجدة داخل المناطق الجنوبية وضمها في إطار مجموعة يعني السلميين والحراكيش وما إلى ذلك، ينبغي أن يكونوا في إطار يعني مجموعة من الذين يمثلوا المناطق الجنوبية، ومن ثم يعني يمكن أن يكون هناك حوار سياسي. لكن دكتور أنا أسألك وأسأل أو يعني دعني أوجه السؤال أيضا للسيد السعدي، يعني إذا لم تكن الحكومة الشرعية يعني قادرة على فعل شيء آخر، لماذا ستضع نفسها في موقف الحوار مع من رفع السلاح بوجهها؟ يعني في نهاية المطاف هل تملك الحكومة الشرعية خيارات أخرى بمنطق الأمر الواقع؟ ونحن نتحدث عن المنظور السياسي أو الفعل السياسي النظري. سؤال موجه لنا؟ نعم لك سيد السعدي. الحكومة الشرعية خياراتها واضحة ليس من اليوم ولا من 2005، خياراتها واضحة من أول دخول للقوات الميليشيات الحوثية إلى صنعاء. الخيار واضح هو خيار المواجهة. نحن اللي نخشاه اليوم نخشى الضغوط الخارجية، نخشى المصالح الأقليم أن تتغلب. أو من يضغط على الحكومة برأيك؟ من يضغط على الحكومة برأيك؟ الضغط على الحكومة واضح ومش محتاج لشرح. الآن نحن اليوم أمر البلد صار بيد الأقليم، بيد المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف
فنحن يجب ان لا نغفل هذه الحقيقه ولا ان ننتظر ان نتحدث بها بشكل واضح، فالامر لا يحتاج لشيء للتوضيح اكثر. الامر الان نحن اللي نخشاه اليوم في بلدنا انه تتغلب مصالح الاقليم على مصالح البلد، وبالتالي يتم الضغط على الجلوس مع القوى هذه التي خرجت عن الشرعيه. نحن في الجنوب عندنا قضيه، وقضيتنا نحن متمسكين بها ونريد لها حلول، ومتمسكين بحقنا في تقرير مصيرنا وفقا ما يقرره الشعب في الجنوب، ولكن نحن هنا لا نريد استخدام قضيتنا كورقه للضغط على الشرعيه لتقديم مزيد من التنازلات للاقليم، لا، هذا لا نوافق عليه. لا اخلاقياتنا ولا نضالات ابائنا ولا نضالاتنا تسمح بمثل هذه السلوكيات. نحن نريد من الشرعيه ان تضع حدود للحوار، تضع معايير للحوار. مسألة أنه يكون الباب مفتوح على مصراعيه ويتحول إلى مرابا للقوى التي تفرض نفسها بقوة السلاح، فنحن هنا وكأننا نوجه دعوة لكل الشعب في اليمن أنه أحمل السلاح، أفرض بسيطرتك على الأرض سواء بالمذهب أو بالقبيلة أو بالمنطقة أو بالتوجه السياسي أو بغيره من الـ من الـ من الـ من الأعذار أو من المبررات. وهذا خطير، خطير جدا. نحن نريد حوار، الحوار لن يستقيم إلا متى ما توافق الشمال على ممثل واحد، ومتى ما توافق الجنوب على ممثل واحد. هذا في إطار الداخل، في إطار المحلي. في الإطار الخارجي على الأقليم أن يحترم مصالح اليمن، واليمن يلتزم بمصالح الأقليم الأمنيا واقتصاديا وسياسيا. هذه هي المخارج، لا مخارج غير أنه أنا أحل مشكلة السعودية على حساب اليمن. ده مش مخرج، مش صح، مش سليم. لأنه أنا ما إذا كان قبلت بهذه الحلول المنتقصة فغدا ما لن نتمكن من فرض قوة سيطرتي على القوى اللي في اليمن، فبالتالي تظل الحدود السعودية مهددة ويظل الأقليم مهدد. إذا أرادت السعودية وأرادت الشرعية حلول تنهي المشاكل هذه كلها، عليها أن تبدأ من الداخل، عليها أن لا تنتظر حتى تولد كل يوم عصابة لتتفاوض معها. لازم تعود إلى المشاكل التي تدور في الشمال والجنوب أولا، ومن ثم تخرج ممثلين للشمال والجنوب تتوافق عليه القوى. اليوم نحن عندنا ميليشيات عادة مظهرة، حراس الجمهورية عاد هم منتظرين في الطابور، يعني منتظرين، يعني أنا لا أستغرب أنه غدا أنه يكون من ضمن أيضا المطلوب الحوار معهم. معنا أيضا مشاكل في المهرة، معنا مشاكل في حضرموت، معنا مشاكل في محافظة الشمال المحادة للسعودية. يعني هل نتوقع مثلا انه نحن امام ماراثون طويل من المحادثات؟ وهل سيكون في نهايه لهذه المحادثه؟ لن تكون هنا في نهايه على ما اعتقد، الا متى ما حددنا اولا ممثلي الشعب في هذا البلد سواء شمالا او جنوبا وعالجنا القضايا. شكرا لك سيد عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنيه الجنوبيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. بالعوده اليك دكتور عادل، هذا المفترض كما يقول وكما تقول أنت ويقول السيد السعدي، ألا يحدث حوار مع القوى التي استقوت بالسلاح، لأن ذلك سيعمل يعني سابقة خطيرة مثل ما حدث مع يعني ميليشيات الحوثي، مثل ما يحدث الآن في حوار جدة. لكن ما الذي بيد الحكومة الشرعية؟ لنكون واقعيين بجد، ما الذي لدى الحكومة الشرعية من أوراق إذا ما فقدت الدعم، إذا ما كانت السعودية وهي الدولة الداعمة الأكبر في الإقليم للحكومة الشرعية أن يحدث هذا الحوار؟ طبعا الحكومة اليمنية منذ البداية هي من أوصلت بنفسها إلى هذا المستنقع الكارثي. الحكومة اليمنية كان بيدها الكثير من الأوراق، خصوصا بعد العام 2015، بعد عاصفة الحزم وبداية تشكيل الجيش الوطني وأيضا تجميع الجيش اليمني داخل محافظة مأرب والمناطق الأخرى. التحالف العربي قصقص أجنحة هذه الشرعية اليمنية منذ اليوم الأول عندما تدخل، يعني منع عنها تصدير النفط، منع أيضا أغلق المطارات البحرية وأيضا المنافذ البرية والجوية وما إلى ذلك، وأضعف هذه الحكومة اليمنية على الأرض عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا، حتى وصلت إلى هذا المستنقع الكارثي، وأصبحت يعني رهن الإقامة الجبرية تنفذ ما يملى عليها من دائرة صنع القرار داخل القصر الدرعية في الرياض. اليوم الحكومة اليمنية ليس لديها ما تخسره،
لا، ليس لديها ما تخسره، ولديها الكثير من الأوراق. يعني ستلعب بورقة لديها الكثير الهاوي. لديها الكثير من الأوراق، ليس لديها ما تخسره. عليها أن تضع المملكة العربية السعودية أمام الأمر الواقع، إما أن تكون معنا بطريق يعني بصدق، وإما أن تكون وإما أن تعلنوا للملأ بأنكم ضد الشعب اليمني وضد الدولة اليمنية، وبالتالي على هذه الحكومة أن تغادر الأراضي السعودية فورا إلى أقرب محافظة يمنية. البقاء داخل الرياض وبهذه الطريقة المخجلة وبهذا الصمت المريب يجعلنا أن نضع عدة يعني علامات استفهام حول هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة هي متورطة بشكل أو بآخر مع التحالف السعودي الإماراتي. إذا كانت الحكومة اليمنية، أخي، هذه دولة تمثل شعب، هذه دولة، حتى وزير الخارجية على استحياء ذكر الإمارات العربية المتحدة في منبر الأمم المتحدة، وكان كل دقيقة وهو يكرر الشكر للمملكة العربية السعودية، وكأننا يعني في جمعية خيرية علينا أن نشكر السعودية. دولة، هذه الدولة يمنية، لماذا لم يتركوا رئيس الدولة لكي يصل إلى نيويورك ويعلن للعالم بأن التحالف العربي يعني خرج عن الأهداف التي جاء من أجلها؟ اليوم أمام الحكومة اليمنية خياران لا ثالث لهما، إما أن تخضع للإملاءات السعودية وبالتالي ستكون مشاركة في تنفيذ السيناريو التفكيكي الذي ينفذ الآن من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة، أو أن تقول لا للتحالف السعودي الإماراتي ومن ثم عليها العودة إلى أقرب محافظة يمنية وتواجه الكل، وبالتالي تواجه الكل إما سياسيا أو عسكريا. وعندما تكون هناك حكومة على الأرض متواجدة، بكل تأكيد العالم يحترم من هو على الأرض ولا يحترم من هو خارج الأرض، حتى وإن كان في منطقة خارج عدن. يا أخي العزيز، حتى وإن كان يا أخي العزيز، الآن عندما يتحدث الحوثي يتحدث من داخل صنعاء، عندما يتحدث الحركة الجنوبية يتحدث من داخل عدن، لكن أين الحكومة اليمنية متواجدة؟ لماذا لا تتواجد داخل حضرموت؟ لماذا لا تتواجد داخل شبوة؟ لماذا لا تتواجد داخل المأرب؟ لماذا لا تتواجد داخل الجوف؟ لماذا لا تتواجد داخل تعز؟ تتواجد داخل المناطق المحررة، تتواجد في المناطق التي تسيطر عليها وتقول للعالم أنا هنا. أين مجلس النواب؟ مجلس النواب داخل القاهرة وداخل اسطنبول وداخل الرياض وداخل جدة وداخل عواصم العالم. الحكومة اليمنية مشتتة هنا وهناك، وهم في سفريات هنا وهناك. على الحكومة اليمنية تقول أنا أريد العاصمة المؤقتة عدن، يعني هم يريدوا العاصمة أن تأتي يعني على طبق من ذهب بعد أن احتلت الإمارات وحررتها من الجيش اليمني، يريدوا أن يرجعوا على يعني على ظهر سفينة السعودية أو على طائرة السعودية. يعني هذا من المعيب، هذا من المخجل. الحكومة اليمنية عليها أن تتواجد على الأرض قبل كل شيء، ومن ثم تقول للاتحاد للمجتمع الدولي أنا هنا، أنا هنا وأنا الممثل الشرعي والقانوني للشعب اليمني، وأنا مستعد لأي مواجهة عسكرية أو سياسية. إما أن تتواجد داخل، بكل تأكيد يا أخي عندما كنت تكون متواجد أنت في ضيافة دولة أخرى ستخضع لإملاءاتها بهذا الوجه أو الآخر، ستخضع لإملاءاتها. الحكومة اليمنية الآن هي راهن الإقامة الجبرية وتخضع بشكل كامل للإملاءات السعودية. هذا هو المنطق وهذه الحقيقة التي ينبغي أن يعترف بها الجميع، لا نغالط أنفسنا. اليوم من يدير الحوار داخل جدة هو السعوديون والإماراتيون، يتفقون على تنفيذ سيناريو، والحكومة اليمنية خارجة الفندق، والميليشيات المتمردة الإنقلابية تنفذ ما يملى عليها من دائرة صنع القرار الإماراتي، مثل ما حدث في الستينات. كان الوفد التابع للجمهورية كان يقول للوفد الملكي يا أخي إيش يعمل المصريون والسعوديون داخل القاعة؟ قال والله لا أعرف. يعني قال لي أصحاب الأرض وأصحاب القضية خارج القاعة، والمصريون والسعوديون يتحاورون حول مستقبل الجمهورية أو مستقبل المناطق الشمالية آنذاك في السبعينيات في نهاية الستينيات. واليوم نفس السيناريو، السعوديون والإماراتيون يناقشون القضية اليمنية داخل الفندق، وطرفي الصراع خارج الفندق. يا أخي هذا من المخجل، من المعيب أن تتحدث الحكومة اليمنية بهذا المنطق وتقول بأنها تجري حوار مع أنها على يا أخي هذا منطق غير مقبول. غادر للسعودية، لا بد من تحرير القرار اليمني. إذا حرر القرار اليمني حينها يمكن أن نتحاور مع هؤلاء إما بالسلاح أو بالحوار. طيب الدكتور، يعني في هذا السياق السيد السعدي أشار إلى مسألة أن هناك قوة تتأهب أيضا كما يبدو، حراس الجمهورية كما يقول. هل يمكن القبول، يعني هل يخشى من سيناريوهات مشابهة لما حدث في عدن، لما حدث في صنعاء من انقلاب؟ هل تتوقع حدوث ما شابه؟ هل سيحفز حوار جدة فصائل أخرى تمتلك السلاح وتحظى بدعم خارجي للقيام بما قامت به قوة المجلس الانتقالي أو الحوثيين؟ نحن الآن في مرحلة اللا دولة، ونحن وكأننا في جغرافيا كارثية، والسلطة للأقوى، أي من بيده السلاح هو القوي. نحن البلد مفكك على يعني البلد الآن هنا يعني
فكك على أسس طائفية وقبلية ومناطقية وجهوية. حراس الجمهورية يقولون بأنهم تبع النظام الجمهوري أو نظام علي عبد الله صالح الراحل علي عبد الله صالح، وهؤلاء أصحاب المناطق الجنوبية يقولوا بأنهم المثل الشعبي للشعب الجنوب أو المناطق الجنوبية، والحركة الحوثية في الشمال والدولة اليمنية في المناطق الشرقية وأيضا بعض المناطق الوسطى. وبالتالي لا يستبعد أن تتجرأ هذه الميليشيات في المحافظة أو في الحديدة أو مناطق أخرى أن تكون بسيناريو مشابه في تعز مناطق أخرى، وبدعم إماراتي مباشر أيضا وبدعم إقليمي ودولي. نحن اليوم يا أخي هذا السيناريو هو يعني خطط له منذ البداية أن يفكك البلد. اليوم لدينا هناك 5 أطراف من تسيطر على الأرض. لدينا ما يسمى ببقايا نظام علي عبد الله صالح في الحديدة، ما يسمى بالقوات المشتركة وحراس الجمهورية، ولدينا الحراك الجنوبي المسلح المتواجد في إقليم عدن، ولدينا الدولة اليمنية الشرعية المتواجدة داخل المناطق الشرقية ووادي حضرموت وأيضا بعض المناطق الوسطى، ولدينا الحركة الحوثية المتمردة المتواجدة داخل ما يسمى داخل المناطق الشمالية، ولدينا ميليشيات القاعدة وأيضا ميليشيات السلفية المدخلية التابعة لجهاز الاستخبارات السعودية، وإن كانت جزء منها يعني هو الآن ما يسمى في إطار القوات الأمنية التابعة للحراك الجنوبي وما إلى ذلك. إذن هناك 5 أطراف التي تسيطر على المشهد عسكريا في داخل الجمهورية اليمنية، وهناك رعاة إقليميين ودوليين لهذه الأطراف. ما الذي ينبغي أن نفعله اليوم؟ البلد مفكك، البلد فكك على أسس قبلية ومناطقية وما إلى ذلك، ودولة يمنية ضعيفة وهشة وليس بيدها القرار. نحن اليوم نحن أمام سيناريو يشبه سيناريو الصومال في التسعينيات القرن الماضي. فكك الصومال إلى أكثر من إقليم، ورأينا الصومال. نحن على مشارف تنفيذ سيناريو ما يسمى بالاتحاد اليوغوسلافي، أي أن يفكك البلد إلى دويلات وما إلى ذلك. نحن الآن على يعني مشارف تنفيذ مخطط إجرامي إقليم بدعم إقليمي. أن تبقى هذه الأطراف مسيطرة على بعض الجغرافيا اليمنية، على بعض المناطق اليمنية، وبالتالي أن تحافظ على المصالح الدول الإقليمية المجتمع الدولي. أن تشير إلى الدول الإقليمية، لكن حتى جريفيث يعني رحب بدعوات الحوار في جدة في وقتها، والآن بكل تأكيد سيرحب بكل جهود في هذا السياق كما يبدو من خلال خطاباته. هو يقول دائما أرحب بأي دعوة للحوار. هل يأتي ذلك في سياق الدعوة إلى نبذ العنف، أم يأتي في سياق ما تشير إليه من تفكيك؟ يأتي في سياق تنفيذ المخطط الدولي. يا أخي المجتمع الدولي لديه يعني أهداف محددة، حماية الملاحف في البحر الأحمر والبحر العربي وإمدادات الطاقة، وأن لا تستهدف هذه المصالح الاستراتيجية للدول العظمى، هذا يعني شيء مسلم به وسياسة دولية. وأيضا ألا يتوغل حلف الشرق داخل، يعني لدينا حلف الصين و الإدارة الأمريكية والأوروبيين وإلى ذلك، يريد يعني أن لا تتدخل هذه الدول في هذه المنطقة الجغرافية الحساسة. هذا من جانب. الجانب الآخر، هم لا يهمهم لا مستقبل اليمن ولا يهمهم الشعب اليمني ولا يهمهم الجرائم. هم يتحدثون بطريقة يقولوا أنها إنسانية عن الوضع الكارثي، وهم سبب، وهم يعني سبب من الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الواقع. إذن المجتمع الإقليمي والدولي يريد الحفاظ على مصالحه، ولا يهم أن يكون هناك دولة يمنية موحدة أو مفككة، لا يهم هذا. ولو كان يهم الشعب اليمني كان المجتمع الدولي نفذ قراراته منذ اليوم الأول التي صدرت تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها قرارات حبر على ورق. يا أخي العايز بس نقطة واحدة، اتفاق الحديدة لدينا الأول جاء كاميرت، ثم جاء بعدها لوليس غارد، واليوم عندنا هوجا الهندي، 3 في خلال سنة واحدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم لم يكتمل حتى العام، ولم تطبق هذه الاتفاقية، كانت حبر على ورق. أي اتفاق مع ميليشيا مسلحة سواء في المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية سيظل حبرا على ورق ما لم يكن هناك قوة عسكرية تحمي هذا الاتفاق. لكن دكتور عادل، وبسؤال أخير، يعني تبدو نبرة خطابك وكأن ليس هناك من حل، يعني في نهاية المطاف لا الإقليم يساعد ولا الرؤية الدولية تساعد. أعطني حلا أختم به الحلقة بشكل متفائل. الحل الوحيد أن نعول على أبناء البلد، وكما قال هيجل مكر التاريخ، أي أنه سيكون هناك تيار وطني شعبي سيخرج من رحم المعاناة من داخل الجغرافيا اليمنية، وسيفرض أمرا واقعا اليوم أو غدا أو بعد غد، والمستقبل سيكون لأبناء الشعب اليمني. لا نمتلك أي خيار آخر سوى الأمل، هذا ما تبقى لنا، وسيكون هناك دولة يمنية اتحادية شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله. شكرا لك دكتور. شكرا عادل دشيدة، الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.